الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلت وإياكم إلى باب البورصة والأسهم، نتعرف في هذه المحاضرة على مظهر معاصر من مظاهر الحركة المالية المعاصرة بما يسمى بالأسواق المالية وأسواق الأسهم، وهو على درجة كبيرة بالأهمية من حيث اللي هي الجانب الاقتصادي، هي على درجة من الأهمية في الجانب الاقتصادي، فقد نشأ وجه جديد للشركات، وهي الشركات اللي هي الشركات المساهمة بأنواعها المختلفة، وأصبحت هذه الشركات متعددة الجنسيات، بل إن بعضها قد تجاوزت ميزانيتها ميزانية بعض الدول، وأصبح لها حضور على الساحة الاجتماعية وكذلك السياسية بعد الاقتصادية، وأصبحت مؤثرة بشكل كبير في كافة نواحي الحياة الإسلامية. ومن أهم الأوراق التي تصدرها هذه الشركات ما يسمى بالأسهم، فما حكم هذه الشركات وهذه الأسواق، وما حكم الأسهم بحد ذاتها؟ بداية أبين مفهوم البورصة والأسهم. من الموضوعات قلنا المهمة في هذا العصر الحديث في المعاملات المالية المعاصرة اللي هي قضية الأوراق المالية التي تصدرها الدول وكذلك الشركات. فعندكم ابتداء الأوراق المالية هي الصكوك، صك تصدره الشركات أو الدول من أسهم وسندات قابلة للتداول، قابلة للتداول في أسواق الأوراق المالية اللي هي البورصة، وعليه سنبين معنى السوق المالي. ما هي سوق الأوراق المالية؟ السوق لغة من ساق يسوق سوقا، وهو حد الشيء وجلبه وسوقه كذلك. سميت السوق بذلك لما يساق إليها من البضائع والأشياء، لأجل هذا سميت سوق. وأما بالاصطلاح هو اسم لكل مكان وقع فيه التبايع، ما بين من يتعاطى البيع وما بين من يشتري المبيعات أو الأعيان. والسوق عندنا في اصطلاح الاقتصاديين، قال هي منطقة يتصل فيها المشترون والبائعون، إما بطريق اللي هي مباشرا أو عن طريق الوسطاء اللي هم التجار، بعضهم أن يلتقي بعضهم ببعض، بحيث أن الأسعار السائدة في اللي هي جزء من السوق تؤثر في الأسعار التي تدفع في الأجزاء الأخرى، مما يترتب على عدم وجود تجانس في أسعار السلعة الواحدة في السوق كلها. وأما عندكم البورصة قالوا فهي سوق منظمة تقام في أماكن معينة. البورصة هي عبارة عن سوق ومنظم يقام في أماكن معينة ومحددة في أوقات محددة، يغلب أن تكون هذه البورصة يومية بين المتعاملين بيعاً وكذلك شراء بمختلف الأوراق المالية وبالمثليات التي تتعين مقاديرها، إما بالكيل أو الوزن أو العدد، وذلك كله بموجب قوانين ونظم تحدد قواعد التعامل والشروط التي يجب توافرها في المتعاملين، والسلع اللي هي موضوع التعامل، وحتى السلع موضوع التعامل لها ضوابط ولها شروط. وعندكم تختلف البورصة عن الأسواق العادية من عدة طرق. عندنا الأسواق نوعان، سوق البورصة اللي هي الأوراق المالية، وعندنا السوق العادي. فما الفرق بينهما؟ الفرق الأول في الأسواق العادية يجتمع التاجر مع المستهلك، أو من يريد الشراء وجها لوجه،
أما في البورصة فيقوم بهذه العمليات، بالعمليات التجارية، الوسطاء وكذلك السماسرة، يقوم اللي هن الوسطاء والسماسرة بهذه العملية. في الأسواق العادية توجد البضائع أمام المتعاملين، موجود البضاعة، تعاين البضاعة عندنا إياها. أما في البورصة فتوجد البضائع ولكن خارج منطقة السوق، إما في مخازن أو في بنوك خاصة عندي. وأما الفرق الذي يليه، قال في الأسواق العادية يتم عملية البيع وتسليم السلعة والثمن بعد المعاينة، معاينة المشتري للبضاعة، وليس الأمر كذلك في البورصة. وعندنا من الفروق، في الأسواق العادية يكون البيع وكذلك الشراء حقيقيين، البيع والشراء حقيقيين، وأما في البورصة فليس الأمر كذلك، فقد يتم عن طريق المضاربة على فرق الأسعار، على فرق الأسعار دون دفع الثمن وكذلك تسليم المثمن اللي هو المبيع. ما مفهوم الأسهم؟ ما هو مفهوم الأسهم؟ الأسهم جمع سهم، وهو في اللغة يطلق على الحظ والنصيب والشيء من أشياء، هو شيء من أشياء، قال ويطلق على الحظ وكذلك على النصيب. وأما في اصطلاح علماء القانون التجاري يطلق على أمرين، الأول منها قال هو الحصة التي يقدمها، الحصة التي يقدمها الشريك في الشركة المساهمة، وهي تمثل جزءا، هذه تمثل جزءا من رأس مال الشركة، ويتمثل السهم في صك يعطى للمساهم، يتمثل في صك يعطى للمساهم، ويكون وسيلة إلى إثبات حقوقه في الشركة، يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة. وأما الثاني قال الصك الذي يعطى للمساهم إثباتا لحقه، هناك صك يعطى للمساهم حتى يثبت أنه له حق عندنا. والمعنى الثاني هو المقصود في التعامل التجاري، ولا يمنع من أن يحمل السهم على المعنيين، لا يمنع عندنا أن يحمل على المعنى الأول وكذلك المعنى الثاني. المعنى الأول الحصة التي يقدمها الشريك في شركة المساهمة، وهي هذه الحصة تمثل جزءا من رأس مال الشركة. وأما المعنى الثاني أؤكد هو الصك الذي يعطى للمساهم إثباتا لحقه، فقال ولا يمنع من أن يحمل هذا السهم المعنيين. وعندكم خصائص السهم في الشركات المساهمة، ما هي خصائص الأسهم في الشركات المساهمة؟ قالوا تتمتع أسهم الشركات المساهمة بالخصائص التالية، أول شيء قال المساواة في القيمة، المساواة في القيمة، فلا يوجد لبعض الأسهم قيمة أعلى من قيمة البعض الآخر، هي متساوية. ليش يا جماعة؟ قال لأنه رأس المال يقسم إلى أسهم، رأس المال يقسم إلى أسهم، وهذه الأسهم متساوية القيمة، رأس المال يقسم إلى أسهم وقيمة الأسهم متساوية في قيمتها. وكذلك عندكم من خصائص الأسهم في الشركات المساهمة قال عدم قبول السهم للتجزئة، الأسهم لا، السهم لا يجزأ، عدم قبول التجزئة للأسهم في مواجهة الشركة، فإن اشترك في السهم واحد أو أكثر قال فعندهم قالوا بالجواز، إن اشترك في السهم الواحد أكثر من شخص قال جاز لهم ذلك، ولكن يمثلهم أمام الشركة، من الذي يمثلهم؟ قالوا الذي يمثل شخص واحد، وكذلك إن اشتركوا في عدة أسهم. ومن اللي هي خصائص الأسهم قال الأسهم تقبل التداول والتصرف فيها، تقبل التداول والتصرف فيها في البيع والشراء والرهن وغير ذلك وغير ذلك. وأما الأسهم قال لها قيمة اسمية محددة، الأسهم لها قيمة اسمية محددة، من الذي حددها؟ حددها القانون بحد أدنى وبحد أعلى، ولا يقف الأمر عند هذا النوع من القيمة، وإنما توجد عدة أنواع نبينها هنا. أول شيء أنواع الأسهم، وتقسم قيمة الأسهم إلى
القيمة، عندكم الأسهم اللي هي القيمة الإسمية، وعندي قيمة الإصدار، وعندنا القيمة الحقيقية. أنواع الأسهم، قال تقسم قيمة الأسهم من حيث أنه نقدر القيمة الإسمية أو قيمة الإصدار للسهم أو القيمة الحقيقية، وهي النصيب الذي يستحقه السهم في صافي أموال الشركة بعد حسم ديونها. فإذا ربحت الشركة وأصبحت لها أموال احتياطية، صار لها أموال احتياطية، نقول هنا ارتفعت قيمة الأسهم الحقيقية وأصبحت أعلى من القيمة الإسمية. أعيد، القيمة الإسمية قالوا هي القيمة التي تبين في الصك، هي القيمة التي تبين في الصك، هذه اسمها القيمة الإسمية للسهم. وأما قيمة الإصدار قال هي القيمة التي يصدر بها السهم عند التأسيس، عندما أسسناها صدر هذا السهم بقيمة دينار مثلا، أو عند زيادة رأس المال، لما زدنا رأس المال قال ترتب عليه قيمة اللي هي قيمة الإصدار. وأما القيمة الحقيقية كما ذكرت لكم ابتداء هو النصيب الذي يستحقه من؟ الذي يستحقه السهم في صافي أموال الشركة بعد حسم الديون. طب فإذا ربحت الشركة وأصبحت لها أموال احتياطية، نقول هنا ارتفعت قيمة السهم الحقيقية، ارتفعت قيمة السهم حقيقة الحقيقية وأصبحت أعلى من القيمة الإسمية، القيمة الإسمية اللي هي موجودة التي تبين في الصك، اللي موجودة في الصك ابتداء. وأما القيمة السوقية وهي قالوا قيمة الأسهم في السوق المالي، كم قيمة هذا السهم؟ شركة الألبان لها يعني من الأسهم ما لها، القيمة السوقية المطروحة في السوق المالي إنه قيمتها مثلا دينار، وهذا مثلا دينار، قد يكون في دينار ونصف، وهكذا الارتفاع والانخفاض بحسب الطلب، بحسب العرض والطلب والمضاربات والظروف السياسية والاقتصادية هي مؤثرة في القيمة السوقية. فعندي القيمة السوقية الذي يبرزها الوضع المجتمعي والاقتصادي والسياسي في الدول، وكذلك يؤثر عليه اللي هي العرض والطلب لهذه الأسهم، يؤثر على القيمة السوقية. وأما عندنا اللي هي أنواع الأسهم، عندنا في الشركات المساهمة عندنا تنقسم الأسهم إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة. الأولى منها تنقسم الأسهم من حيث الحصة التي يدفعها الشريك، عندنا أسهم عينية وعندكم أسهم نقدية. الأسهم العينية هي التي تدفع أموالا من غير تدفع أموالا ولكن من غير النقديات، وأما الأسهم النقدية هي التي تدفع أو تدفع نقدا، هي التي تنقد بالمال، وأما الثانية هي التي تدفع أموالا ولكن هاي الأموال من غير النقديات التي ما لها ثمن. وأما التقسيم الثاني قال تنقسم الأسهم يا جماعة من حيث الشكل إلى أنواع، وهي أسهم إسمية وأسهم لحاملها وأسهم للآمر، وأسهم للأمر، عندي أسهم إسمية ولحاملها وأسهم للأمر. ما معنى السهم الإسمي؟ وهي التي تحمل اسم المساهم وتثبت ملكيته لها، أسهم إسمية اسم المساهم نصا تثبت في هذا الصك وفي هذا الثمن، هذا السهم يثبت فيه ملكيته في هذا السهم. وأما أسهم لحاملها هي لا تحمل اسم اللي هي صاحبها، لا تحمل اسم صاحبها، ويعتبر اللي حامل السهم هو مالك لها، حامل السهم هو مالك لها في نظر من؟ الشركة. وهذا النوع لا يجوز يا جماعة إصداره في قانون الشركات الأردني، فقد نص قانون الشركات الأردني على أن أسهم الشركة المساهمة اسمية فقط، فلا نصدر ولا نستصدر اللي هي الأسهم لحاملها ولا أسهم الأمر. ولكن ما معنى أسهم الأمر؟ قال هي التي تتضمن الأمر، فيكون السهم
قابلا للتظهير، أي واحد بيستطيع أن يظهره، يعني أن يحوله لغيره ويقبل في البنوك والمؤسسات المالية. عندنا التقسيم الثالث، قالوا وتنقسم الأسهم من حيث الحقوق التي تعطيها لصاحبها إلى، عندي من حيث الحقوق التي تعطيها لصاحبها، قال حقوق أسهم عادية وعندكم أسهم ممتازة. ما هي الأسهم العادية؟ الأسهم العادية هي التي تتساوى في قيمتها وتعطي المساهمين حقوقا متساوية. أما الأسهم الممتازة هي التي تعطي، هي تعطي صاحبها حقوقا خاصة، تعطي صاحبها حقوقا خاصة لا توجد في الأسهم العادية، وهذا الفعل لجذب جمهور الجمهور للاكتتاب، يجذبون أو من طريقة اللي هي التسويق الإعلامي لهذه الأسهم ليجذب الناس للاكتتاب بها. ومن هذه الحقوق التي تعطيها الأسهم الممتازة شو بتعطي؟ قال حق الحصول على الأرباح الثابتة سواء ربحت الشركة أم خسرت، سواء في حالة الربح أو الخسران، في عندي ربح ثابت. عندي الحق الثاني حق استعادة قيمة السهم كاملة عند تصفية الشركة. الثالث قال هو حق منع صاحب السهم، حق منع صاحب السهم الممتاز، السهم الممتاز أكثر من صوت في الجمعية العمومية، بتعطيه أكثر من صوت في الجمعية العمومية، وهذا النوع من الأسهم لا يجوز عندنا إصداره في نظر الشريعة. لما؟ لأنه يتضمن الربا ويتنافى مع العدل الذي أمر به الإسلام. وعندكم تنقسم التقسيمة الرابعة للأسهم، قال تنقسم من حيث استرداد قيمتها الإسمية قبل انقضاء الشركة وعدم الاسترداد، يعني ما بين استرداد للقيمة الإسمية أو عدم الاسترداد. وتنقسم من حيث استرداد قيمتها الإسمية قبل انقضاء الشركة وعدم الاسترداد إلى، قالوا أسهم رأس المال، أسهم رأس المال وهي التي لا يجوز لصاحبها استرداد القيمة من الشركة ما دامت الشركة قائمة، فما دامت الشركة قائمة لا يجوز لصاحبها استرداد القيمة. وهذا هو الأصل بالنسبة لجميع الأسهم كما نص عليه القانون. قالوا لأن ذلك يؤدي إلى انخفاض رأس المال، سيؤدي إلى انخفاض رأس المال، وفيه إضعاف حقوق دائني الشركة، وفيه إضعاف لحقوق دائني الشركة. وأما أسهم اسمها أسهم التمتع، وهي التي تستهلكها الشركة بأن ترد الشركة قيمتها إلى المساهم، ولكن متى ترده؟ قال قبل انقضاء الشركة، قبل انقضاء الشركة تأتي الشركة هذه وترد هذه الأسهم إلى المساهم. أسهم التمتع هي التي تستهلكها الشركة بأن ترد الشركة قيمة هذه الأسهم إلى المساهم، ويكون عملية الردية، انتبهوا، قبل انقضاء الشركة، ويبقى صاحبها شريكا، يبقى صاحبها شريكا له حق الحصول على الربح والتصويت في الجمعية العمومية. لصاحب هذا السهم له حق المشاركة في الربح، وكذلك له أن يصوت في الجمعية العمومية، ويطلق على هذه العملية استهلاك الأسهم، هذه صورة استهلاك الأسهم. قال تلجأ الشركات إلى استهلاك الأسهم قبل انقضاء الشركة في حالة ما إذا كانت، في أي حالة يكون هذا الفعل؟ قال فيما إذا كانت الشركة مما تهلك تدريجيا، تهلك تستهلك، واضح؟ يستهلك ينتهي. قال كشركة التنقيب عن البترول، على اعتبار قال فإن انتهاء عملياتها سيؤدي في نفس الوقت إلى استهلاك الآلات والمعدات، فإنها تتلف من الاستهلاك، تتلف، لأن طبيعة العمل، طبيعة عمل التنقيب على البترول يقتضي استهلاك المعدات، بحيث لا يمكن الحصول على المبالغ الكافية لسداد القيمة الإسمية للأسهم عند انقضاء الشركة،
ولذا تتعمد هذه الشركات إلى رد القيمة الإسمية أثناء وجودها من الأرباح. بيأخذوا هذه القيمة الإسمية وبيردوها على المساهم. من وين بيأخذوها؟ من الأرباح والاحتياطيات في كل سنة بطريقة القرعة، بحيث يحصل المساهم على قيمة اللي هي قيمة السهم الإسمية، ويمنح بدلا منه سهم يسمى سهم تمتع، وهذا النوع من الأسهم لا يجوز إصداره، لأن الشريك بعد أن يسترد قيمة أسهمه لا يعتبر شريكا ولا يستحق أن يشارك في الأرباح، وعليه لا يجوز. قال لأن الربح في الشركات عندهم قال يستحق بإحدى الأسباب التالية. ما هي الأسباب التي يترتب عليها الحصول على الأرباح؟ قالوا إما المال أو العمل أو الضمان، ولا يوجد أي سبب منها في صاحب سهم التمتع، فلما يأخذ الأرباح إذا هو ليس بمالك للمال ولا عاملا ولا ضامنا؟ فبأيهما يأخذ الربح؟ وعليه فليس له الربح في هذه الحالة. وأما الأسهم في أصل تشريعها قال تعطي أصحابها حقوقا أساسية. ماذا تعطي لأصحابها؟ أول شيء حق المساهم في البقاء في الشركة، فلا يجوز فصله منها ولا نزع ملكيته لأسهمه إلا برضاه. الحق الثاني حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة بصوت واحد للسهم، ويجوز أن يقر نظام الشركة حدا أقصى لعدد الأصوات التي يستحقها من يحوز عدة أسهم، كما يجوز قالوا للسهم الممتاز أكثر من سهم واحد أو من صوت واحد، على اعتبار أنه من ميزات الأسهم الممتازة. وكذلك عندهم قالوا حق المساهم في الحصول على الأرباح وكذلك الاحتياطيات، وحقه في التصرف بالأسهم سواء أكان بالتنازل أو البيع أو الهبة، لأنها قابلة للتداول، هي قابلة للتداول. وكذلك حقه في مراقبة أعمال الشركة بمراجعة ميزانيتها وحساب أرباحها وخسائرها وما يتعلق بهذه الأمور، وكذلك الحق في مراقبة أعمال الشركة، وحقه في الأولوية في الاكتتاب إذا ما قررت الشركة زيادة رأس المال وطرح الأسهم الجديدة في السوق المالي، فله الأحقية في الاكتتاب عن غيره، وكذلك له حق الدعوة اللي هي رفع دعوى المسؤولية على أعضائه مجلس الإدارة بسبب أخطائهم في عملية التسويق والبيع والشراء، وكذلك الحق في الحصول على نصيبه من موجودات الشركة، وهذا يكون عند تصفيتها. وأما الحكم الشرعي للتعامل بالأسهم، أقول التعامل بالأسهم هو محل خلاف بين المعاصرين، وسبب هذا الخلاف قال حكم الشركات المساهمة التي تصدر هذه الأسهم، والخلاف فيها على النحو التالي. أول شيء الاتجاه الأول، ذهب غالبية العلماء المعاصرين إلى إباحة الأسهم، لأن الأصل في المعاملات قالوا الإباحة، وهي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتتوفر فيها الشروط الشرعية المعتبرة. الاتجاه الثاني قالوا لا، ذهب بعض العلماء إلى تحريم التعامل بالأسهم مطلقا من غير تفريق بين أنواعها، لأن السهم يمثل هذه الحصة من موجودات الشركة اللي هي شركة باطلة شرعا. قال اعتبرنا أصلا ابتداء هذه الشركة باطلة، وعليه فالسهم كذلك باطل. ووجه بطلان هذا الكلام أو هذا القول عند العلماء لما قالوا ببطلانها، قال أن هذه الشركة من الشركات الرأسمالية التي لا تتفق مع الإسلام، هي لا تتفق مع الإسلام وقواعد الشركات في الفقه الإسلامي،
لأمرين، لسببين. قال الأول عدم توفر أركان عقد الشركة فيها، وابتداء قال الإيجاب والقبول، فالشركة المساهمة تتصرف بإرادة منفردة، إذ يكفي الشخص أن يشتري السهم ليصبح شريكا، رضي باقي الشركاء أم لا. فعندنا لا يوجد إيجاب وقبول. وأما الأمر الثاني قال عدم تحقيق العنصر الشخصي في شركة المساهمة، فالشركة في الإسلام يشترط فيها وجود البدن، شرط عندنا وجود البدن أي وجود الشخص المتصرف، فإذا لم يوجد هنا نقول الشركة غير صحيحة وغير معتبرة على اللي هي على حكم السادة الشافعية في باب الشركات. وشركة المساهمة عندنا لا يوجد فيها بدن، أين البدن؟ لا يوجد فيها بدن، فتتعمد إبعاد العنصر اللي هي الشخصي من الشركة ولا تجعل له أي اعتبار، فهي لاغية للعنصر اللي هي البدني، وجود البدن وجود الشخص المعتبر في هذه الشركة، لأن شركة المساهمة هي عبارة عن عقد بين أموال، هو عقد بين أموال فحسب، ولا وجود للعنصر الشخصي فيها. وعند النظر، انتبهوا، وعند النظر في القوانين نجد أن القول الأول قد أطلق القول في جواز، قال مطلقا في جوازية التعامل بالأسهم دون التفريق بين أنواعها ومصدرها، بين أنواعها وكذلك مصدرها، والأولى أن يقيد هذا بقيود متعددة، لأنه يا جماعة بعض أنواع الأسهم دخلها الربا، وبعض الأنواع يعني تصدر من شركات ذات أغراض قالوا غير مشروعة، كشركات إنتاج الخمور وشركات إنشاء البنوك الربوية وغير ذلك. وأما القول المحرم فلا يصح أصلا، لأنه أركان الشركة من إيجاب وقبول قال يا جماعة متوفرة في شركة المساهمة. بيّن لنا كيف أنه الإيجاب والقبول موجود متوفر في شركة المساهمة، بيّن لنا هذا. قال الإيجاب عندنا يا جماعة يتمثل من خلال طرح الشركة لأسهمها للاكتتاب، والقبول عندي يتمثل، وين يتمثل؟ قال يتمثل في إقدام المساهم على شراء هذه الأسهم، لما يشتريها فهو إيجاب، ولما هو قبول، ولما طرحتها الشركة في السوق فهذا عندهم قال يتمثل في طرح الشركة للإسهام يسمى إيجاب، والقبول أن يتقدم اللي هي أقدام المساهم على شراء هذا السهم، هذا دليل القبول. فعندي الإيجاب والقبول قد وجدا في هذه الشركة. طيب وأما العنصر البشري قال فهو متحقق في شركة المساهمة، لأن المساهمين قال يختارون من بينهم، يختارون مجلس إدارة، وهذا المجلس ينوب عنهم في إدارة الشركة والإشراف على أعمالها، بالإضافة إلى أن وجود البدن، انتبهوا، وجود البدن ليس شرطا في بعض الشركات في الفقه الإسلامي كما هو في المضاربة، فإن صاحب المال لا يشارك ببدنه في أعمال الشركة، والشركة المساهمة أقرب ما تكون إلى شركة المضاربة. وعليه فالمختار والمتجه هو القول بالجواز، ولكن بضوابطه، وأهم هذه الضوابط التي يجب التنبه إليها، أولا أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات إيش؟ أغراض مشروعة، أن يكون نشاط هذه الشركات يا مشايخنا وشيخاتنا حلالا، أن يكون النشاط حلالا مباحا. أما إذا كان محرما كشركات إنتاج الخمور أو إنتاج أو إنشاء البنوك الربوية فلا يجوز أن يمتلك في أسهمها. وعليه قال لأن شراء الأسهم من تلك الشركات من باب المشاركة في الإثم والعدوان، مع الإشارة إلى أن الشركة قد تكون مباحة مشروعة لكنها تتعامل مع البنوك الربوية بالفائدة، فتضع اللي هي أموالها في تلك البنوك وتتقاضى عليها فوائد ربوية، تدخل هاي الفوائد في مواردها وفي أرباحها كما أنها تقترض من هذه البنوك،
فإذا اقترضت وقامت بهذه الأفعال ترتب عليه إيش؟ عدم جواز التعامل معها. لأجل هذا قال من تلك اللقاء فائدة تدفعها، طبعا هي بتدفع فائدة مقابل هذا الكلام، وتدخل تلك القروض في إنتاج ما تنتجه هذه الشركة والربح الذي تحققه من خلال العمل اللي عاصروا أو اخترقوا اللي هي الأعمال الربوية وكذلك الأموال الربوية. فالربا يدخل في بعض أعمالها أخذا وكذلك عطاء، يعني هي مغلفة بالربا بتمامه. فالأصل قال عدم جواز التعامل مع هذه الشركات بشراء أسهمها، فقد كره بعض العلماء اللي هي مشاركة غير المسلم، كره بعض العلماء. ليش؟ طيب قال لأنه أموالهم يا جماعة لا تخلو من الربا، أموالهم لا تخلو من الربا، واستثنى في ذلك الشركات الحيوية مثل الكهرباء والماء والمواصلات على اعتبار أنها تعد من المصادر الحيوية للحياة، وهي فرصة لاستثمار الناس لمدخراتهم، ولأنها تتعلق بحياة الناس مع استبعاد قالوا العنصر الحرام بحسابه بصورة تقريبية، ويوزع كذلك ما يحصلوه قال على الفقراء، وهذا يدخل في عموم البلوى. وأما عندنا قال أن تكون الأسهم صادرة عن شركة معروفة ومعلومة لدى الناس بحيث تتضح سلامة تعاملها ونزاهتها، بخلاف الأسلوب الغربي الحالي بما يسمى بالسلة المشتركة بدون معرفة اللي هي الشركة التي يشارك فيها، فيعني قد تكون أو في الغالب هي تكون غير مقبولة ولا مشروعة. السلة المشتركة بدون معرفة الشركة التي يشارك فيها فهذا أمر غير مقبول. أما ثالثا قال أن لا يترتب من الضوابط أن لا يترتب على التعامل بها أي محظور شرعي كالربا والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز للمسلم قبول الأسهم الممتازة الامتياز التي تعطي لصاحبها حق الحصول على ربح ثابت لا يتغير سواء أربحت الشركة أم خسرت، لأن هذا ربا محرم حقيقة شرعا، ولا يجوز للمسلم قبول أسهم كذلك التمتع لا الممتازة ولا التمتع التي تعطي كذلك صاحبها الحق في الحصول على الأرباح دون أن يكون شريكا في المال ولا العمل، لأن هذا كله من باب أكل أموال الناس بالباطل. وأما قرار مجمع الفقه الإسلامي، جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأسهم في الأسواق المالية في دورته المنعقدة بجدة في 92 كان هذا الكلام، قال من حل هذه الشركات ولكن بالضوابط التي ذكرناها، وقد فصلها قرار المجمع وبينها بشكل دقيق، والله تعالى أعلم وأحكم.